الطبية هي بوابة لتشخيص مجموعة من الأمراض، وهي كذلك مواكبة ومراقبة لبعض الحالات المزمنة سواء مرض السكري أو الكوليسترول أو غيرها من الأمراض. حديثنا عن أهمية هذه التحاليل الطبية طيلة شهر رمضان مع الدكتور عماد اليعقوبي، مختص في التحاليل الطبية ومدير مركز التحاليل الطبية بتمارس. صباح الخير دكتور عماد. صباح الخير، رمضان مبارك سعيد لكم والمستمعين ديالكم. مرحبا بالدكتور ديالنا. طيب، هل هناك يعني نوعيه من التحاليل الطبيه اللي كيقوم بها المريض او كيقوم بها الزبون باستشاره من عند طبيب قبل شهر رمضان؟ لان نبداو من قبل شهر رمضان لان مهمه باش ان شاء الله رمضان المقبل ما يكونش هفوات وما يكونش اخطاء. دكتور عباد يعقوبي عفوا. اولا كل شيء شكرا على الاستضافه. مرحبا. والموضوع هو مهم جدا وكيخص ميدان الاهتمام ديالي في التحليل الطبيه. قبل ما نطرق للنوعيه ديال التحاليل اللي كيتم الاجراء ديالها قبل شهر رمضان، بغيت نذكر بالتعريف واهميه ديال التحاليل الطبيه. نعم. التحاليل الطبيه هي مجموعه من الفحوصات مخبرية اللي كيقوموا بها تقنيين ديال المختبر تحت إشراف مباشر ديال صيدلاني أو طبيب اختصاصي في التحاليل الطبية، وللنتائج ديالها كيعتمدوا عليها الأطباء مختلف اختصاصات ديالهم في تشخيص مراقبة والوقاية من المضاعفات ديال بعض الأمراض وكذلك العلاج ديالها. هاد الأهمية هذه كبيرة بزاف، حيت حسب منظمات الصحة العالمية في 2017 80% ديال التشخيصات اللي كيقوموا بها الأطباء مختلف اختصاصات حول العالم كتركز على نتائج التحاليل المخبرية. هذه الأهمية كتزيد تكبر عندنا في الدول الإسلامية مع اقتراب الشهر الكريم، لأن الصيام يقدر يكون مفيد للمريض كما يقدر يكون عنده مضاعفات صعبة على الصحة دياله. نعم. ولهذا الأطباء كيطلبوا من المرضى إجراء واحد المجموعة كبيرة من التحاليل قبل الصيام باش يقدروا يرخصوا لهم ولا يمنعوهم من الصيام. نعم. هذا تحاليل كتخص شورتو الأمراض، خصوصا الأمراض المزمنة كمرض السكري، اضطرابات الشحوم الدهنية في الدم، المرضى المصابين بارتفاع في الضغط الدم أو بعض مشاكل في القلب. نعم. وكذلك المرضى المسنين. نعم. نوعية التحاليل هي روتينية كتحليلة نسبة السكر في الدم أو خزان السكر في الدم اللي كيبين التوازن ديال السكري بصفة عامة، وكذلك تحاليل كتهم وظيفة الكلي لأن كنعرفوا خلال فترة الصيام كيقدر الجسم يتعرض للجفاف. والكلي كيلعب واحد الدور كبير في التروية ديال الجسم أو ليكيليبغ ليدغاتاسيون ديالو. نعم. لهذا التحاليل جايب. التحاليل هذا تحاليل مهمة قبل شهر الصيام، ويقدروا يطلبوا لهم تحاليل أخرى كوظيفة الكلي بالنسبة للناس للكبد، بالنسبة للناس اللي مصابة بارتفاع في الشحوم ديال الكبد. نعم. أو كذلك تحاليل أخرى كصورة الدم أو النفس اللي كتبين واش كاين فقر دم اللي يقدر يكون حاد واللي كيمنع كذلك الصيام في خلال شهر رمضان. طيب، وخلال شهر رمضان كاين اقبال، كاين اقبال يعني ملحوظ خلال هذا الشهر الكريم على التحاليل الطبيه؟ خلال شهر رمضان كنتوصلوا ثلاثه الانواع ديال الحالات ديال المرضى. نعم. الحاله الاولى كتهم المرضى اللي كيديروا التحاليل الدوريه ديالهم بطريقه عاديه، وهنا بغيت نذكر المستمعين ديالنا الكرام لان بعض الناس عنده اعتقاد خاطئ بان الى دار التحاليل وهو صائم فيفطر. كنجتمعوا العلماء المجلس العلمي الاعلى مع الاطباء ديال الكليات اساتذه في كليه الطب وصدروا واحد الفتوى بان اخذ العينه خلال الصيام ما كيفطرش، يعني يقدر يعطي عينه من اجل التحاليل ويكمل الصيام ديالو بطريقه عاديه. هذا من الناحيه الدينيه. من ناحيه طبيه، فالكميه ديال الدم اللي كيتم الاخذ ديالها في المختبر خلال الصيام هي كميه قليله واللي غالبا ما كتعرضش للخطر زعما الصحه ديال المريض. دونك كتوصلوا للناس الحاله الاولى كما قلنا هما الناس اللي كيديروا المراقبه الدوريه ديال التحاليل ديالهم في الشهر الكريم، وهذو ناس عاديين ما عندهمش غالبا ما كيكونش عندهم مشاكل. الحاله الثانيه هو بعض الناس اللي بعض المرضى المزمنين كامراض السكري اللي يسمح لهم الطبيب انهم يصوموا في رمضان ولكن يصوموا بحضر. شنو هو الحضر؟ هو انهم يراقبوا التحاليل ديالهم خلال السكري في واحد الوقت معين باش يعرفوا واش داك الصيام كان عنده واحد تاثير ايجابي او سلبي على المريض. فاذا كان تاثير سلبي كيطلب ديك الساعه الطبيب انه من المريض يتوقف ويكمل الشهر يفطر في الشهر باقي شهر، او انه يكمل الصيام ديالو اذا كان تاثير ايجابي على الصحه
ديالو. والنوع الثالث من المرضى اللي كنتوصلوا بهم هما حالات صراحه خطيره بعض الاحيان. اللي كيكونوا مرضى خداو القرار انهم يصوموا بدون استشاره الطبيب او بدون اجراء فحوصات قبل الشهر الكريم. واللي كيوقعوا لهم مضاعفات وخيمه وكيبان داكشي ربما حالات حاده سواء من الجفاف ديال الجسم سواء من ديزيكيليبر كبير في نسبه السكر في الدم. وهاد الحالات هادو كاين بعض الحالات اللي كيوصلوا حتى للانعاش وما قدر الله بعض الحيات فبعض الاحيان كيكون كيطار الحياه ديالهم الخطر. نعم اكيد دكتور عماد. طيب هذه بعض التحاليل وهذه هي المراقبه وهذه هي المواكبه ربما ديال هاد الفحوصات وهاد التحاليل الطبيه اللي كتقدر يعني توجه المريض وتوجه كذلك الطبيب دكتور عماد اليعقوبي. طيب بعد رمضان يعني ضروري خاص تحاليل كذلك وفحوصات طبية يعني ملزمة على المريض أنه يديرها؟ قبل ما نطرق للتحاليل اللي ممكن يديرها الانسان بعد شهر الكريم، يمكن بعد التحاليل كيطلبها الطبيب من بعد مرضى السكري انهم يديروها بطريقه يوميا عندهم في الدار، وهي مراقبه سكر الدم بالجهاز اللي كيقدروا يستعملوه في الدار. وكاين هناك معايير متبعه من طرف جميع الاطباء، كيطلبوا من المرضى ديالهم الى نزلت نسبه السكر على 0.7 غرام خاصو يفطر ديك الساعه، والا كانت اكثر من 2.8 غرام فكذلك خصو يفطر. هذه المراقبه خصها دير بطريقه يوميه في البيت. وخص الانسان على حاجه بغيت نذكر بها الناس من خلال هذا المنبر هذا، هو انهم يراقبوا الاجهزه اللي كيستعملوا، لان كنتوصلوا بزاف ديال الحالات كيكون عندهم اجهزه المراقبه في البيت فيها خلل. هاد المراقبه يقدروا هما يديو داك الجهاز المختبر ديالهم اللي كيتعاملوا معاه ويقدروا يراقب لهم داك الجهاز واش خدام واش ما خدامش. هذه بالنسبه للتحاليل اللي كتجرى من بعد في البيت او في المنزل. التحاليل اللي كترجع بعد شهر رمضان هي فحوصات كما دارت قبل رمضان يقدر يعاودها الانسان بعد رمضان بطبيعة الحال بعد الاستشارة ديال الطبيب. واللي كنشوفوا من خلالها واش داك الصيام كان عنده واحد التأثير إيجابي واش كان عنده تأثير سلبي، وإذا كان عنده تأثير سلبي كيتم اتباع واحد الحمية ولا مجموعة الأدوية اللي كيعطيهم الطبيب باش يرجع التوازنات للجسم. هاد التحاليل كتهم خصوصا الأشخاص اللي مصابين باضطرابات الشحوم والدهنيات الدم. واللي في هذا الشهر كما كنعرفوا جميع كيتم تناول مجموعه ديال المأكولات اللي كت غنيه بالدهنيات وغنيه بالكوليسترول، واللي الانسان ما كيعرفش الاثار ديالها حتى تيدوز رمضان. دونك التحاليل المناسب ديك الساعه والوقت المناسب باش يداروا التحاليل باش الانسان يقدر يتدارك في الوقت المناسب بدوك الخلل اللي وقع. نعم دكتور نعم. طيب باذن الله لنا مواعيد مقبله ان شاء الله دكتور عماد اليعقوبي، ان شاء الله غنحاولوا اننا نفصلوا يعني نفصلوا بعض الكلمات التقنيه ديال بعض التحاليل وبعض الفحوصات، لان مهم جدا ملي كيتعطى لاي مريض واحد التحليله ولا واحد الفحوصات وما كيعرفش حتى الاسم ديالها ولا شنو هي مراحلها ولا شنو هي هذه العمليه بتفاصيلها. باذن الله معك دكتور عماد اليعقوبي غنحاولوا اننا نقربوا المستمعين والمستمعات من هاد الموتكنيك او هاد الكلمات اللي هي تقنيه وطبيه وعلميه. شكرا لك مختص في التحاليل الطبيه ومدير مركز تحاليل بتمارة. الى اللقاء دكتور عماد اليعقوبي.